واو. واو هذا اول شيء. خليني اطلع كل الاشياء. واو. هاي جايز، كيفكم اليوم؟ فيديو اليوم راح يكون مختلف عن كل الفيديوهات اللي سويتها من قبل، وراح يكون عبارة عن شيء بيختص باليابان واللي بحبوا اليابان. اذا كنتم من هذول المهتمين او حتى مو مهتمين، تابعوا الفيديو وشوفوا شو راح يصير. بس قبل ما نبدا خليني اسالكم سؤال. هلا عمركم دورتوا على منتج، دورتوا ودورتوا 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 بس ما لقيتوا بنفع ينشحن مثلا على بلدكم، او مثلا لقيتوا التكلفة تبعته كتير غالية؟ اليوم راح اجيب لكم الحل، لانه حلمنا راح يصير حقيقة لكل الناس اللي بحبوا اليابان، بحبوا المنتجات اليابانية، وبحبوا اي شيء متعلق بالعناية بالبشرة، الكتب، اي حاجة، يعني اي شيء بدكم اياه. خلوني هلأ أفرجيكم شو هي مشترياتي من اليابان. أوكي؟ قدرت أحصل على هذا البوكس اللي فيه أغراض موجودة بس باليابان، وإذا ما كانت موجودة باليابان وقدرتوا تحصلوه بمكان تاني لقيتوا تكلفتها كتير 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 عالية، لأنه في بياعين بيبيعوا الأغراض والمنتجات بأسعار خرافية، والواحد بصراحة ما بقدر يشتريها. فخليني أفرجيكم كيف حصلت على هاي الأشياء كلها من اليابان وبأسعار كتير رهيبة. قبل ما أفتح البوكس خليني أوريكم كيف قدرت إني أجيبهم. هذا الفيديو عبارة عن تعاون بين شركة زين ماركت وقناتي، لا حتى نفرجيكم كيف تقدروا تشتروا أغراض من اليابان، أي إشي بدكم إياه، سناكس، فيجرز تبعون الأنمي للناس اللي بحبوا الأنمي واللي بحبوا كل هاي الأشياء، الناس اللي بحبوا يرسموا أنمي، كتب، الناس اللي بحبوا يشتروا ميكب وأشياء عناية بالبشرة من اليابان، وغيرها كتير 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 كتير. أي إشي ممكن تفكروا فيه، حتى لو مثلا بدكم أشياء ديكورات بس هيك كيوت وموجودة باليابان تقدروا تجيبوهم. فهلأ خليني أحكي لكم مين هم هذول زين ماركت وكيف بيقدروا يجيبوا لكم أشياء من اليابان، وكمان الموقع تبعهم بيوفر الخدمة بالعربي. يعني انتم متخيلين الموقع كلياته مكتوب بالعربي مع انه موقع هو ياباني، فتخيلوا كل شيء مكتوب بالعربي، بتقدر تطلبوا كل شيء بالعربي، فيعني رح يسهلكم حياتكم كتير. انا كتير كتير مبسوطة، يعني ما صدقت الاقي موقع يكون هالقد مفيد وبأسعار خرافية وبخدمة كتير كتير رائعة. فشو اللي بيخلي زين ماركت مميز؟ اول شيء انه تعرفوا المواقع اللي بتدخل عليها ومثلا بدكم منتج معين، فبتحكوا من شخص انه يروح يدور لكم على هذا المنتج من المحلات الموجوده باليابان ويطلب لكم اياه ويشحن لكم اياه. تقريبا هو نفس الفكره، بس هلا المواقع الثانيه لانه هدول الناس بيروحوا بيدوروا بيطلعوا بيشتروا الاشياء من المحلات، فتكلفتهم كتير عاليه، لانه غير هيك راح تدفع سعر المنتج، راح تدفع سعر الشحن، وكمان راح تدفع السعر لهالبني ادم اللي راح وطلب لكم الاشياء. هلا زين ماركت فكرته كتير قريبه من هيك، بس شو بيعملوا؟ Let's say مثلا انتوا بدكم تطلبوا شيء من امازون، بس من امازون اليابان مثلا، لانه لما تدخل على صفحتهم بتقدروا تطلبوا من امازون، بتقدروا تطلبوا من ياهو، بتقدروا تطلبوا حتى من مزادات، وبتقدروا تطلبوا من مواقع كثيره. واذا ما لقيتوا الموقع اللي بدكم اياه بتقدروا تضغطوا على طلب ايجاد منتج، وبس تكتب بالوصف انا لقيت هذا المنتج بموقع كذا كذا كذا، بدي اشوف اذا بتقدروا تطلبوا لي اياه واذا متوفر عندكم. مثلا بدكم تطلبوا شيء من امازون، أمازون في أكثر من بياع، مثلا طلبت من هذا البياع، طلبت من هذا البياع، طلبت من هذا البياع، راح كل واحد يشحن لكم لحال لأنه كل واحد بياع مختلف، فتخيلوا قديش سعر الشحن راح يكون. بس لو طلبتوا من هذا الموقع بتقدروا تطلبوا من أي مكان من اليابان، وتخيلوا بس راح تدفعوا 3 دولار لكل منتج، وهي سعر الخدمة تبعتهم. انتم متخيلين بس 3 دولار على الخدمة تبعتهم؟ لو انا طلبت من حدا من اليابان يروح يشتري لي اشياء قديش راح ادفع له؟ فهذا مو طبيعي. غير هيك ضمن ال 3 دولار هاي راح يطلبوا لكم الاغراض من الموقع اللي بدكم اياه ومن البياع اللي بدكم اياه، راح يشحنوها عندهم على الوير هاوس تبعهم ويحطوا لكم اياها ببوكس ويشحنوا لكم اياها. يعني كل هدول الشغلات راح يعملوا لكم اياها ب 3 دولار، انتم ما عليكم غير انكم تدفعوا سعر المنتج وسعر الشحن وسعر الخدمه البسيطه هاي. انتم متخيلين قديش راح يوفر عليكم وقت وراح يوفر عليكم فلوس؟ لانه ما راح تدفعوا شحن متكرر لكل منتج من محل مختلف، راح يجمعوا لكم اياها ببوكس واحد ويشحنوا لكم اياها بسعر شحن واحد. يا ريتني كنت عارفه عنه من زمان صراحه، كثير 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 مفيد وكثير راح يسهل علينا، احنا اللي بنحب الاغراض من اليابان وبنحب اليابان ومهتمين بالثقافه هاي، كثير راح يسهل علينا نشتري الاغراض منهم.
فخليني هلا على السريع اشرح لكم كيف تقدروا تطلبوا من الموقع وكيف تقدروا تضيفوا الاشياء اللي بدكم اياها. فاول شيء راح احط لكم الرابط تبعهم تحت بالكومنتس علشان على طول تقدروا تفتحوا الموقع وعلى طول يطلع لكم باللغه العربيه وتقدروا تتسوقوا مثل ما بدكم. اوكي سو هلا احنا دخلنا على صفحه زين ماركت اللي بالعربي، شفتوا كيف كل شيء موجود بالعربي وكل شيء واضح وسهل، وراح حتى يعلمونكم كيف مثلا تبداوا وتختاروا المتاجر اللي بدكم اياها من امازون، طبعا متاجر يابانيه اخرى، اي متاجر بدكم اياها. وهذا احلى شيء عجبني بالموقع انكم بتقدروا تطلبوا اي منتج من اي مكان باليابان. مثلا خلونا ندور على كتكات اليابان، لانه كتكات اليابان كتير مميز وفيه هيك اطعمه مختلفه. فبتضغطوا على امازون، بعدين بتدخلوا فوق تكتبوا كيت كات، وهلا بيطلع لكم كل الاسعار الموجوده اصلا بامازون اليابان. فهذا الكيت كات كلياته من اليابان طبعا، واسعاره نفس الاسعار الموجوده بامازون نفسها. فخلينا نبحث مثلا على هذا الكيت كات، هذا كيت كات تبع الماتشا، فبقول لك فيها 12 حبه بكيسين ب$22، فهذا السعر كتير رهيب. لو انكم بدكم تشتريوا من اي مكان تاني راح يكون كتير غالي. مثلا هون شوفوا هاي قديش فيها اكياس، تخيلوا بس ب$50 كندي، يعني تقريبا $40 امريكي، فالسعر كتير رهيب. وبتقدروا كمان هون من فوق تختاروا العملة اللي بدكم اياها على حسب بلدكم. فمثلا خلينا نشتري هاي الكتكات، تضغطوا عليها وبتحطوا اضف الى السلة. بعد ما ضفتوها على السلة هلا بحكي لك انه تمت اضافة السلعة بنجاح. بتروحوا على حسابي هون من فوق او على السلة تبعتكم وبتلاقوا السعر هون نفس السعر والرسوم تبعت زين ماركت اللي هي عبارة عن 300 ين، يعني $3. وبعد ما تختاروا كل المنتجات اللي بدكم اياها بتروح تضغطوا على الدفع، والدفع كتير سهل، بتضيفوا رصيد على حسابكم، تحطوا الرصيد، وبعد ما تحطوا رصيد مثلا اذا بدكم تحطوا رصيد عن طريق بيبال، عن طريق كريدت كارد تبعتكم او عن اي اشي من هدول. فغالبا انا بفضل الكريدت كارد. ومثلا المنتجات اللي اشتريتوها ب$3000 ين، يعني بيطلع لكم هون على جانب انه حقها راح يكون $31 امريكي، فعلى طول بيحولكم قديش راح يطلع السعر. وبتقدروا طبعا زي ما حكيت لكم تختاروا العملة اللي بدكم اياها علشان تعرفوا السعر بالضبط اللي راح يطلع لكم وراح تدفعوا. خلينا هلا نفتح الصندوق اللي من اول الفيديو واحنا بنستنى نفتحه، واللي انا كتير متحمسة اني افتحه لانه الاغراض اللي جبتها كتير متحمسة لها وبدي افرجيكم اياها. البوكس اللي كلنا بنستناه من اول الفيديو، خلينا نجيب موس ونحكي بسم الله. وعن جد انا مبسوطة انه زين ماركت طلبوا مني اني اتعاون معاهم واني احكي عن الخدمات تبعتهم الخرافية هاي. وشوفوا حتى كيف الباكجينج تبعهم، مكتوب مثلا هون انه هذا الاشي يعني احرصوا عليه لانه في اشياء ممكن تتكسر، يعني ما شريت اشياء يتكسر، بس شوفوا قديش بيعتنوا بالاغراض تبعتكم. والشحن كتير كان سريع، فوصلني بوقت قياسي تقريبا اسبوع ولا اسبوعين بالكتير. فتخيلوا اجى من اليابان لكندا بس خلال اسبوعين، مو طبيعي قديش سريع. بس هو كمان على حسب طريقة الشحن اللي انتم بتستخدموها، فانا اخترت طريقة الشحن السريع علشان يوصلني بسرعة. بس اذا انتم مو مستعجلين تقدروا تطلبوا طريقة الشحن اللي بتناسبكم وبالسعر اللي بيناسبكم. واو شوفوا قديه حاطين تغليف علشان الغراض تبعتكم ما يصير لها شيء. طبعا هون زين ماركت نشيل كل الاشياء هذه اللي حاطه الاغراض تبعتنا. واو هذا اول شيء، خليني اطلع كل الاشياء. واو مو طبيعي قديش مغلفينكم الاغراض، صح
صراحة ما تخيلت، كتير كتير بروفيشنال، كتير شيء مو طبيعي. خلينا نشيل البوكس هذا على جنب علشان نقدر نفتح لكم الأغراض. جبت أنا هذول الأغراض، جبت 5 أشياء، خليني أفتح لكم إياهم. أول شيء راح أفتح لكم إياه هو هذا الشيء. شوفوا كيف مغلفين لكم إياه علشان ما يجي أي نوع من الضرر بالشحن. أول شيء طلبته هو هذه الماتشا الأورجانيك. طبعاً بحب أنا دائماً أطلب الأشياء الأورجانيك، خصوصاً هاي الأشياء اللي زي الشاي، لأنه بيكون فيها كتير غش. فأنا حبيت إني أطلب ماتشا أورجانيك. وأخيراً إجت الماتشا أورجانيك اللي بتقدروا تعملوا فيها ماتشا لاتيه، اللي هو كتير زاكي. ونفتح هاد الشيء اللي أنا كتير متحمسة له يا جماعة. في إشي طلبته، خليني أفتح لكم يا آخر شيء. من زمان من زمان من زمان من زمان من زمان كتير بدور عليه، حتى مدورت عليه بأمازون كندا وسعره كان يعني ما بعرف، يعني ما بعرف مين اللي عمل السعر بالله. خلينا هلأ نفتحها، بس أنا كتير كتير عجبني التكنيك تبعهم، لأنه غالبا في مواقع يا لطيف برموكم الأشياء هيك بالبوكس وبشحنوا لكم إياها وبحكوا لكم يلا خلاص إحنا عملنا اللي علينا. بس هدول شوفوا قد إيه معتنين بالغراض تبعتكم علشان ما تتكسر وما يصير فيها شيء. طبعاً لازم أطلب أشياء غريبة من اليابان. طلبت هذا الإشي، ترى طلبت كيت كات بطعم البطاطا الحلوة. إنت تخيلني، أنا أول مرة أشوفه ولما شفته على الموقع حقيت لا أنا لازم أجرب هذا الإشي، يعني لازم إشي لا مفر منه إني أطلبه. طلبت كيت كات البطاطا الحلوة. والشي الثاني هذا الشيء من أفضل الماسكات الموجودة باليابان، يعني رقم واحد الماسكات الموجودة باليابان. وطلبت هذا اللون الأزرق اللي هو عبارة عن ماسك لترطيب البشرة، الترطيب اللي كتير كمان عشان تصير بشرتكم هيك ناعمة. وكتير معروف انه المنتجات اليابانية كتير جودتها عالية وكتير منيحة. طبعاً هو هذا الكيس تبع الماسكات، فيه 7 ماسكات جوا، زي ما هو مكتوب عندكم هون رقم واحد، هو هذا المنتج رقم واحد باليابان بالنسبة للماسكات البشرة. شكله مليان كتير كريم، فكتير متحمسة اني اجربه. ولا هذا الشيء لكل محبين ديمون سلاير. فطبعاً كل ما اشتري شيء من اليابان لازم اشتري شيء متعلق بالانمي، وهاي السنة كتير ديمون سلاير كان مشهور، حبيت اني اشتري شيء متعلق فيه. فخلينا نفتح وافرجيكم شو هو. انا اي شيء متعلق بالانمي بخليني كتير متحمسة. فشوفوا طلبت اقلام ديمون سلاير عشان اكون اكتب اكون مبسوطة. شفتوا كيف تفكير تفكير، عشان اتحمس اني اكتب كل شيء. حتى لو بدي اكتب مثلا شو بدي اعمل اليوم بكتبها بهدول حبايبي الكيوت عشان اني اتحمس. طبعا انا اكثر واحد بحبه اللي هو سنيت، اللي هو هذا الاصفر. كثير بحبه، هو سو كيوت. شوفوا القلم، حتى القلم مغطى كمان علشان تكتبوا فيه. كثير حبيت. وطبعا موجود فيه ال4 شخصيات الاساسية اللي كل الناس بيحبوهم. والان وصلنا الى المنتج الحبيب والمنتظر منذ سنين. لا خلص، اخيرا وصلت للمنتج اللي انا متحمسه له كثير واللي من زمان نفسي اشتري. ممكن يكون شيء عادي بالنسبه لكم، بس بالنسبه لي هذا الشيء من زمان بدي اجربه، لانه كان ينباع وانا صغيره فكتير حنيت لطعمه، بس انه بطل ينباع من زمان كتير ولقيته. وهو هاد الشيبس الكيوت، طلبته بطعم الدورة لاني انا بحب طعم الدورة بالشيبسات. شوفوا ولا واحدة، خير ولا واحدة مكسورة، ولا واحدة مكسورة، كل شيء مغلف منيح، التعامل تبعهم كتير منيح، ما في ولا شيء مكسر او مطعوج او اي شيء زي هيك. كل شيء اذا بحالته الاصلية كأنه شريته من هناك، يعني حتى
حتى الورقة هاي اللي برا ما فيها شيء، مو مفعولة ولا فيها أي شيء، انتم متخيلين؟ عندك أنا كتير مبسوطة، أنا كتير مبسوطة إني قدرت إني أتعاون مع شركة زين ماركت وإني أفرجيكم هاي المنتجات الرهيبة كلهم والتعامل الرهيب تبعهم. فإذا أنتوا كتير حابين تطلبوا أغراض من اليابان، أي شيء بتفكروا فيه من اليابان، افتحوا على الرابط الموجود تحت، سووا حساب وعلى طول روحوا تسوقوا بالعالم تبعهم علشان تحصلوا على المنتجات اللي نفسكم فيها من زمان أو منتجات جديدة بدكم تجربوها. فراح يكون هذا نهاية الفيديو لليوم، وبتمنى انكم استمتعتوا كثير فيه. خليني هلأ أروح أكل أغراضي علشان كثير متحمسة أني أجربهم، وإذا بدكم تشوفهم هم معاي راح أحطهم بالستوري تبع إنستغرام تبعي اللي هو هون، هذا إنستغرام تبعي، دفوني هناك علشان تشوفوا الستوري وتشوفوا الأغراض اللي راح أفتحها وراح أجربها، وأنا متأكدة إنه راح يكون طعمها كتير خرافي. فما تنسوا كمان تفعلوا زر الجرس علشان تجيكم تنبيهات الفيديوهات الجديدة، وما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب علشان تشجعوني إني أسوي فيديوهات تانية. يلا روحوا اتسوقوا باليابان بدون ما تسافروا واشتروا الأشياء اللي بدكم إياها، واحكولي شو اكتر شيء بدكم تشتروه او حابين تشتروه او ممكن بتدوروا عليه من زمان وما لقيته. فان شاء الله نشوفكم بفيديو جديد كتير قريب. باي باي.